وقف ثواني، وقف ثواني. بداية الأغنية فيها دي جي سمعنا حاجة حلوة على ذوقك. أنتم الآن مع دادو الشقي. مرحبا بكم في سلطعون بلانيت مع البرنامج الأضخم. ايوه الز الز الز. عندنا قناه جديده قررنا نحن ان نقوم بتشغيلها، يعني علشان الايد البطله لمؤاخذه يعني هو مثل بيتقال عندنا بس ما ينفعش ان هو يتقال على الشاشه. الايد البطله اخي خلاص ماشي. قررنا ان احنا نشغلها وندس الدم في عروقها. فقررنا ان احنا نعمل ثلاث برامج. بسم الله ما شاء الله. ده يعني اوكازيون، ده ولا اوكازيون برامج يا زميلي؟ ايه ده؟ علشان اللي ليه شوق في كده يلاقي، واللي ليه شوق في كده يلاقي، واللي ليه شوق في النص كده يلاقي. حلو تمام. معانا بقى يا اخ شاجي في الثلاث برامج دول. معانا اول برنامج هيكون بودكاست. معلش اسمه باد جايز. باد جايز. احنا الجايز. بالزبط. احنا الجايز. تاني برنامج هيكون زي البرامج اللي احنا كنا بنعملها، ان احنا بنشوف حاجات غير المزيكا، سواء تراثيه او برامج او افلام مسلسلات. كل الكلام ده هيبقى ليه برنامج خاص بيه، بس طورنا الموضوع شويه. بالظبط. ثالث برنامج هيكون انتوا اللي بتعملوا الكونتنت بتاعه. بمعنى ايه؟ يعني كونتنت كارانتينو. كونتنت كارانتينو يا زميلي. بمعنى ايه يا عم ده؟ قول يا باشا. بمعنى ايه؟ قول ده انت كلامك حكم كله والله. قول يا باشا افهمهم افهمهم. انتوا اللي عايزين يتفهموا افهم. اتكلم اقول هو مش هم اللي عايزين يتفهموا. ايوه ناس بقينها كده يا جماعه. يا جماعه احنا بنوصل مسجات من تحت لتحت، ما حدش يفهمنا غلط. في ناس كده بيبقى الواحد عايز يوصل لهم مسجات بس مش بيبقى عايز. هرجع تاني. المهم تمام، البرنامج ده هيكون انتوا اللي بتعملوا الكونتنت بتاعه. بمعنى ان احنا على الانستجرام قبل ما نصور حلقه دي هنعمل اسك صراحه، مش عارف تعرفوه ولا لا، اللي هو تدخل صراحه، بتدخل على الاكونت ده بتكتب كل اللي انت عايز، تكتب مشكلتك، المشكله اللي انت عايزها، عايز تاخد راينا في حاجه، عايز تعمل اي حاجه، بتكتبها لنا. اللي هنعرف اسمك ولا انت مين ولا انت منين ولا اي حاجه. لا يهمني العنوان ولا يهمني، لا يهمني الانسان. بالزبط. ولو ملوش عنوان. بالظبط كده. ولا يا ناس يا ناس صح، يهمني الانسان. ماشي. ايوه وانا والله كنت عايز اقولها تمشي صح بس انا مش فاكر. يهمني الانسان ولو ملوش عنوان. بالظبط كده. هيبقى دورنا في الموضوع ان احنا هنقول رأينا في المشكلة دي او في الحل بتاع المشكلة دي، سواء بقى كانت عاطفية، مهنية، عائلية، اسرية. اهم حاجة هيكون فيها السرية، ان احنا نفسنا مش هنكون نعرف مين اللي بيقول المشكلة، ولا حد خالص هيعرف مين اللي بيقول المشكلة. فهتقدر تسمع رأينا في المشكلة دي من غير ما حد يعرف انت. وعشان نحط النقط على الحروف. ايوه. انتوا هتسمعوا رأينا بشخصيتنا. بالظبط. ده دي شاجي. ده حقيقي. عشان بس ما حدش يكون مفكر ان هو يطلع بجملة مفيدة من الموضوع ده يعني. بالظبط كده. سنتناول الموضوع في اطار لايت كوميدي، وممكن تلاقي معانا الحل انت الله اعلم. ما هو كل مشكله وفي الدنيا ولو لقيت حل هيبقى بالصدفه. بالصدفه بقى. ممكن ما يبقاش ليه في حل. ده عادي بتحصل. صح. بتحصل. صح. قشطه. ده هيكون اسمه ايه بقى البرنامج؟ اه برنامج. ما البرنامج اسمه دادي وشاجي وهواك. بالظبط. نسيب بقى كل ده. أيوة. نرجع لمرجوعنا كده. احنا فهمنا ان القناة الجديدة عليها برامج مختلفة تماما عن القناة اللي احنا فيها دي، عشان القناة اللي احنا فيها دي هتبقى مختصة بالميوزك فقط لا غير. بالظبط كده. ودي مكملين عليها زي ما احنا عشان ما حدش يفكر، عشان عارف انتوا بتفكروا ازاي. حدش يفكر ان احنا هنروح هناك وهنسيب هنا. نو. هنا شغالين زي ما احنا، بس هناك احنا قررنا ان احنا نعمل محتوى يكون فيه احنا شخصياتنا، احنا بتعمل حاجه تانية غير المزيكا. اظن الموضوع عادي جدا وما عندناش غير ان احنا نقول معانا ايه النهارده. خش انا النهارده جايلان. جايلان. اه تراك اسمه دي جي. دي جي. دي جي. دي جي. دي جي. دي جي. اه عمرو حاحا. التراك ده كنت سمعت منه حتى قبل ما التراك ينزل، كانت حلوه جدا. شوف يا زميلي. اه جايلان. بالظبط. يعني ثقه في المنتوج. قبل ما ندخل في التفاصيل نستاذن من عليكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل للجرس، وتروح على الانستجرام، وتروح على التيك توك، وتروح على الفيسبوك، وتدخلنا في التفاصيل يا عم ده. والان مع الدخول في التفاصيل. علمنا كده شويه ولا ده اخر حاجه؟ ايه ايه كان في شويه. دي جي اعطينا موسيقى زوينه
حياتي فيها الونار تساوي الهم اللي بالنار. دي تقريبا زي ما تكون مرحلة الخروج من منطقة 8. ده سيبك يعني الخروج من منطقة 8 ده كده كده يعني هي عايزة تخرج. بس ده اسلوب جديد في الاغنية. يعني أنا اول مرة في حياتي اشوف اغنية بداية الاغنية فيها دي جي سمعنا حاجة حلوة على ذوقك. دي جي خلينا نخرج من المأساويات اللي احنا فيها. دي جي انت هتقول ايه؟ ميوزك برودكشن بصراحة فكرة اوت اوف ذا بوكس. وان كمان الاغنية تتسمى بدي جي. دي جي هتنا موسيقى زوينة رحيتي فيها الوينة تساوي الهم اللي بينا. خلينا ننسى الهم بقى. يا نهار ابيض ايه ده في ايه؟ انا مش كنت من يومين قاعد على الدي جي هنا؟ ايه ده؟ بذمتك مش كنت قاعد على الدي جي؟ كنت قاعد على الدي جي بس الدي جي ده اجدع من ابويا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو هي تحس ان انت مكان سهران في مكان ضلمه فعلى ناطحه سحاب بنت لذينه انت فاهم واضواء من كل حته حواليك. ناطحه السحاب دي عشان انت فكرتني بايام والله العظيم بجد حلوه قوي. بص الحته لما دخل المزيكا عاليه الصراحه انا حسيت ساعتها حتى النايت كلاب عدى علينا. ما انا بقول لك فوق بس اوبن اير بقى بس اوبن اير والاضاءه سلو مو كده جدع انت يا جدع يابا والله العظيم مطيره الواحد مطيره. طب هي كانت مطيره انت ليه ليه كده؟ اجيب المود ده تاني منين بقى دلوقتي؟ هي الحته دي اللي سمعتها بقى في لنا الحته دي جامده يا عم انت بقيت فصلاتك غريبه. لا جامده جدا جامد. اسمع بس الحته دي معلش كل شي فاضي غير حاجته منك ويزين في اول فرصه جاتك اضرب في كويزين الدنيا ما دارت ولو هم اسباب يا 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 معلش بغيت تشوف
عايز ترجع، انا عارف انك عايز ترجع. في الاخر انا اللي وحش، في الاخر انا اللي انا اللي انا اللي سيء. انت كخ، انت كخ يا عم بحر. الليركس حلوه، الليركس حلوه في الليركس، الليركس حلوه في يا ابني الحته دي، الحته دي انا يعني اللي هي الكوبليه اللي فات ده على طول ده كانت هي اللي منزلاه ديمو، انت اقسم بالله انا قعدت اعيد فيه مثلا فوق ال 20 مره. حلو الصراحه، حلو 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 يعني. واختيار خلي بالك اختيار الميوزك نفسها، ميوزك حلوه، ميوزك حلوه وما بقتش موجوده كتير خلي بالك الميوزك دي، فان هي تعملها يعني هي عامله هاوس، عامله هاوس بس الصراحه عامله هاوس مش اللي يوجع الدماغ يعني. في هاوس البيس فيه الكيك والسنير بيبقوا عاليين جامد، دول الصراحه سوفت، وصوتها سوفت هي بيه. نفسها سوفت هي بقى الصراحه صوتها يعني سوفت. يكفي قوي فكره ان هي بتديك ليركس عربي بس بتغنيها غربي يعني عندها، وفي نفس الوقت بتديك برضه عرب يعني بتاعتنا في النص، انت فاهم اللي هو ميكس كوكتيلي غريب جايلان. وش شفت 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 غربي في عربي. الكوبليه الثاني جامد جدا. الكوبليه الثاني ايه يا عيني عليه من الاولاني. الدنيا ما دارت وله هم اسباب يا 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 يا. دي جي ما قصر في شويه لعب بالجيتار والله عالميين عالميين والله ما قصر. الحبه اللي في الاخر اللي كان فيهم جيتار على الميوزك دول جامدين. زحلقه زحلقه الحق يقال يا اخي. الراجل اللي كان قاعد على الدي جي ايديه تتلف في حديد. وجايلان اختيار طبقات الصوت بتاعتها ده اسطى، ده خلص الكلام فيها دوا، ده خلص الكلام دوة فيها الصراحه. وانت وهي بتغني الحاجات الكورس وحاجات دي غنيت معاها؟
هتتفاجئ في المونتاج بجد والله. والله هتتفاجئ مني. خلي بالك احنا ما بناخدش بالنا من بعض. انا اصلا ما بقاش سامعك. ايوه ما بقاش سامع. لا فاكر لما شفتني في مره على البتاع قلت لي اصل انت بتعمل كده وانت قاعد جنبي. لا والله بجد والله هتتفاجئ. بتغني والله. هي بتغني عارف يعني انا وانا بغني معاك دي جي يا ابني ده تقريبا لو سيبنا اللي احنا عملناه النهارده يعني هيبقى صعب جدا يطلع على الساده الجماهير عشان ما ينفعش يسمعوا صوت السيده جيلان ويسمعوا صوت في الباك جراوند الباك جويز اللي قاعدين. انا بوطي الصوت ما تقلقش لازم زميلي برده عشان ما مش عايزين برده نغطي عليها انت فاهم برده يا لسه يعني في مقتبل العمر صح مش عايزين نغطي عليها فنيا طبعا عارفين صوتنا جهور ايوه وجامد جدا. الدي جي يعني اغنيه الليل واخ ما بس بصراحه يعني اغنيه ليليه تتحط على العربيه وانت سائر وانت سائق السياره وتتحط على الجرح تمام او هي غير كده كده يعني كده كده والله. هي تتحط على الجرح تيب ده كده كده تتحط كده المود بتاعها ركب سيارتك مشغل الدي جي معلي الصوت على النص نص الفوليوم كده تمام بس وايدك كده على البتاع تمام دي جي والله العظيم شغلنا موسيقى زوينه خلينا مش عارف ايه الدي تالت على طول بقى ودي روح بقى يا جدع والنور عادي عدي عليك كده بقى النور هو بيعدي عليك كده هو مع الريتم بتاع الميوزك اللي هو تنتاي 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 دخلتكم في مود تمام انا عارف ان مفيش حد فيكم يعمله ليه لان انتوا كسلانين انت بس ارفع راسك كده على الـ على الـ على المخده فوق وطلع ايدك بره السياره كده وانت قاعد كده بقى واللي سايق بقى هيعمل ايه دي جي دي جي اللي سايق بقى يعمل ايه واللي سايق ابني ايده على الدريكسيون حلو تمام اهو دي جي دي جي والله العظيم شغال موسيقى زوينه مدي تاني على طول تمام على الريتم والله على فكره يا جماعه هي الحاله الموسيقيه كده والله صح بتمشي كل حاجه على الريتم والتيمبوز صح والله اشتغل ذيس از كانت حلقه النهارده ايوه حلقه برعايه دي جي ساسو ايوه كان معكم مستر دادي مستر شاجي وما تنسوش تروح على القناه الثانيه علشان تتابعوا البرامج الجديده اللينك بتاعها هيبقى تحت سلام. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.